ابني كان بمدارس خاصة بالزرقاء بس كان ما في تعاون من جائحة كورونا. واهلا وسهلا فيكم من جديد في حلقة جديدة من برنامج الذكاء، ومستمرين معكم في سلسلة لقاءاتنا مع أولياء الأمور والطلبة لأنهم هم شركائنا في النجاح، فالنجاح دائرة متكاملة من الطالب وولي الأمر والمدرسة. اليوم احنا في منزل أخ وصديق للجميع، هو من أبناء الزرقاء اللي نعتز ونفتخر فيهم، أخونا بلال المصري أبو أيسر. أخوي بلال، الله يعطيك الصحة والعافية، وسعد الله أوقاتك، وشاكرين لك حسن الضيافة واستقبالنا في منزلك، وإن شاء الله دائما بيتك عامر. يا ميت أهلا وسهلا فيكم، بيت أخوكم. راح يكون معنا البطل أيسر، الله يحميك يا بطل، والله يحمي هالابتسامة الجميلة. الله يحفظك يا رب. أخوي أبو أيسر، أيسر في صف أول طالع على الصف الثاني. نعم. الصف الأول كان في مدارس وأكاديمية ثلاثية الذكاء الدولية. مزبوط. كيف وصلت لمدرسة الذكاء الدولية؟ اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. أنا لما سجلت ابني أيسر مدارس الذكاء الدولية كان صدفة. ابني كان بمدارس خاصة بالزرقاء بس كان ما في تعاون من جائحة كورونا. أها. فبشهر 8 تقريبا جد أسجل بمدارس حكومية. فصديق إلي نصحني قال لي روح شوف مدارس الذكاء الدولية. رحت على المدرسة، شفت الفصول، شفت المدرسات، شفت التعاون اللي منهم، تمام، تشجعت، سجلت ابني بالمدرسة. شرحوا لي نظام التعليم عندهم، الطرق اللي بدهم يدرسوا فيها الأطفال، شفت الغرف الصفية، شفت الملاعب، يعني ارتحت للموضوع، سجلت ابني فيها. جميل. حاسس إنه أنا اخترت المكان الصح ولا لا؟ 100% أكيد. 100%. 100% أكيد. 100%. طب بحكم عملك، أنت قلت لي أنت كمشرف مبيعات بتطلع من الصبح بترجع مثلاً للمغرب، يعني وقت طويل، فما بتلحق تتابع دراسة أيسر أولاً بأول، يمكن يعني الدور هذا بتوكل للأم بشكل أكبر، لكن إلا يكون فيها أنا لازم أتبع لدراسة أيسر، يعني إحنا كأباء لازم الواحد يتبع لهذا الموضوع. إذا تبعت لأيسر تحس إنه فاهم وحافظ أموره تمام ولا بحاجة لمراجعة مكثفة؟ شوف أستاذ الكريم، مدارس الذكاء الدولية كل المدرسات بتابعوا 100%. الحمد لله. حسب وضع دوامي أنا بداوم بكير وبروح متأخر، فوقت ضيق إني أروح أزور أيسر على المدرسة. صحيح. وزوجتي عندي بنت صغيرة كمان صعب إنها تروح وتتابع. صحيح. فمتابعتي مع المدرسات عن طريق الهاتف. كيف شايف التواصل والمتابعة؟ ما في أي تقصير نهائيا. الحمد لله. وأي مشكلة بتصادفني لابني كانوا المدرسات يساعدوني بطريقة صحيحة جدا، ما في أي مس حسيت إنها في منها تقصير نهائيا. الحمد لله. طبعا بدون ما أذكر أي اسم، يعني أنا بشكر جميع المدرسات والطاقم الإداري بالمدرسة، لأن ما حد كان يقصر نهائيا بأي ملحوظة. الحمد لله. يعني لا تدريسيا ولا مثلا مشكلة بيتية أو مشكلة عند ابني، كانوا يساعدوني بأكمل وجه. يعني بالنهاية هي المدرسة بيته الثاني، فهو لازم يكون مرتاح في بيته الثاني. إذا لا سمح الله عنده أي مشكلة نفسية، مشكلة عائلية، بالتعاون مع المدرسة، هم بيته الثاني، هم أهله، تحل ما بينك وبينهم، كانت متابعة من الجهتين. أكيد طبعا. كل الاحترام والتقدير. نروح للبطل أيسر. أيسر كيف حالك؟ الحمد لله. كيف العطلة؟ منيحة. أي أحلى، الدوام ولا العطلة؟ الدوام. طب ليش بتحب المدرسة؟ لأنها حلوة. لأنها حلوة، يا سلام. تحب مدرسة الذكاء؟ آه. وبتحب الطلاب أصحابك؟ آه. وبتحب تداوم بكير؟ آه. وتصحى بكير وأمورك تمام. طيب شو أكثر مادة بتحبها؟ إنجليزي. يا سلام، بتحب الإنجليزي، معناته أنت شاطر بالإنجليزي. آه. طيب بس تكبر شو بدك تصير؟ دكتور. ان شاء الله نشوفك احلى دكتور بالدنيا كلها. طب هسه لو بدي احكي لك تطلع على الكاميرا واحكي لاصحابك اللي بالمدرسه بصفك ولمساتك كلمه، شو بتحكي لهم؟ انا بحبكم، اشتقت لكم. الله يحميك ويحفظك، وان شاء الله نشوفك دكتور قد الدنيا. شو بتحب تحكي لبابا؟ ايه. شو بتحكي لبابا؟ اني بحبه كثير.
يا سلام، الله يحميك يا رب ويحفظك، وان شاء الله نشوفك دكتور مشهور على مستوى العالم كله. الله يحميك يا ايسر. وبدنا نرجع لاخونا ابو ايسر، استاذ بلال. ايسر قدم على المنحه، حصل على المنحه؟ نعم حصل على المنحه. طب شو رايك بالمنحه؟ اول شيء شيء ممتاز وشيء تحفيزي للطالب ولاهل الطلاب كمان. يعني لما يجي يحكوا لي انه بدنا نعطيك منحه لمده 3 سنوات، انا ابني اخذ ثاني ثالث رابع ما شاء الله. تمام، وابني الحمد لله متفوقين بجهود المدرسين اللي عنده الحمد لله، ويستحق المنحه. وكثير يعني كان شيء ممتاز المنحه اللي اعطونا اياها. انا عندي هسه بنت مثلا بعد سنه بدها تدريس، اكيد راح اسجلها مدارس الذكاء او لاي شيء تابع لمدارس الذكاء. انا بعرف انهم عندهم هي كمجموعه متكاملة. عندهم متكاملة. روضه الهدف التربويه، روضه الاطفال المتميزين، ومدارس البرنامج الجديد للذكاء، ومدارس اكاديميه ثلاثيه الذكاء. يعني سيد ضيف الله، انا متاكد من نفسي اني انا راح اسجل بنتي كمان مع اخوها بنفسي. بكل ثقه اكيد طبعا، وبتشرفنا انت وابنائك جميعا كل ان شاء الله لكم. وان شاء الله تشوفوا باعلى المراتب. وكمان مره بدنا نشكرك على حسن الضيافه وحسن استقبالك لنا في منزلك، وان شاء الله دائما بيت عز ودائما ربنا يديم عليكم. كل الاحترام سيد ضيف الله، كل الاحترام والتقدير لكم جميعا. ومتابعينا لهون بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم، نلقاكم دائما على الخير وعلى المحبة، انتظرونا في لقاءات قادمة، نستودعكم الله. أنا بحبكم، اشتقت لكم.